احتضنت جوهرة غرب البلاد تلمسان ملتقى دولي حول أحد أبنائها البررة وعظماء الجزائر الرئيس الأسبق الراحل أحمد بن بلة، في لقاء جمع شخصيات وطنية وأجنبية وباحثين عرب وأوروبيين تعرضوا إلى جوانب إنسانية ونضالية لأبي الحركات التحررية في إفريقيا والعالم. رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة وكل ما يتعلق بالمحاور الأساسية للدولة فقد أقره فخامة الرئيس وتجسد تطلعاته من خلال الدستور الذي هو الوفاء الكامل لتاريخ الأمة. هذا وقد تم خلال الملتقى تكريم راعي هذه التظاهرة الدولية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تسلم جائزته وصورة فوتوغرافية تجمعه بالراحل بن بلة بالنيابة مبعوث الحكومة إلى تلمسان. كما تم تكريم الباحثة دالي يوسف فاطمة الزهراء كأحسن مؤلفة عن كتاب سفر غير منتهي، والباحثة نجاة عبو عن أحسن عمل علمي أكاديمي يتناول سيرة ونضال أحمد بن بلة. وكرم التلفزيون الجزائري ممثلا بنبيل حمادوش بجائزة أحسن فيلم وثائقي حول المسار النضالي للرئيس الراحل بن بلة. المناظرين بالهجوم على مركز بريد وهران في أفريل عام 1949 بموافقة بعض مسؤولي الحزب على غرار حسين الأحول وسيد علي عبد الحميد الوحيد من بقي على قيد الحياة. هذا وقام الوفد الوزاري المتمثل في وزير المجاهدين الطيب زيتوني ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل مرفوقين بنجلة الراحل بن بلة وشخصيات وطنية بتدشين مكتبة الرئيس الراحل الحاج أحمد بن بلة بجامعة أبو بكر بالقايد، والنصب التذكاري لزعيم الحركات التحررية في العالم بوسط مدينة تلمسان حيث سميت الساحة باسم أول رئيس للجزائر أحمد بن بلة.